عشقها للمنتخب السنغالي دفعها إلى السفر نحو مدينة عنابة الجزائرية تياتسا، أو كما تلقب وسط أنصار أسود التيرانغا باسم بوبا، قدمت لمؤازرة اللاعبين وتشجيعهم في بطولة أمم إفريقيا للمحليين. نحن هنا بالجزائر وبالضبط في عنابة، جئنا لتشجيع المنتخب السنغالي المحلي المشارك في الشان. نحن هنا بصدد تحضير الرايات من أجل المناصرين الجزائريين، لأننا في عنابة حيث لا يوجد مشجعون سنغاليون كثر، نحول على الجزائريين والجزائريات لتشجيع السنغال. نحن الدفعة الأولى، أنا وأبو بكر وموسى، جئنا مع الأوائل وسننتظر الباقين الذين سيأتون بعد يومين أو ثلاثة. وسط تفاعل وحفاوة سكان مدينة عنابة، تقضي المشجعات السنغالية بوبا يومياتها في المدينة، حفاوة حظيت بها بوبا ورفقاؤها من المشجعين السنغاليين الذين صنعوا أجواء بهيجة في مختلف شوارع بونا. الجزائر تستحق أكثر من احتضان أمم إفريقيا 2025. هنا بالجزائر الأشخاص جد طيبين ولطفاء للغاية، ويحبون الإفريقيين الذين يأتون إلى بلدهم، ومنذ مجيئنا من المطار حتى وصولنا وهم يمرحون ويفرحون معنا ويقدمون إحساسا بأنهم فخورون بمجيئنا لحضور الشان. نحن جد سعداء، الحمد لله على كل شيء يجري على ما يرام. الأشخاص هنا طيبون وكرماء وهم رائعون. بوبا لم تأتي إلا لمؤازرة منتخبها ومتابعته أينما حل، تارة في ملعب التدريبات وتارة أخرى في الفندق الذي يقيم به منتخب السنغال، أحياناً كثيرة في الملعب دون ملل ولا كلل. تسعى بوبا والمناصرون السنغاليون الآخرون إلى إعطاء دفع إضافي للاعبي أسود التيرانغا.